بأي منطق نلغي مقاربة عقدية هي مقاربة تقسيم التوحيد إلى تقسيم الذات والصفات والأفعال إلى مقاربة حديثة جدا هي مقاربة تقسيم التوحيد إلى تقسيم الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ونحن نعلم بأن هذا التقسيم الأخير دخيل عن الموروث الحضاري لأمتنا، بل هو دخيل على 97% من المدارس الإسلامية في العالم جميعاً.